ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية دكتور صفي الدين حامد. مرحبا بك دكتور. إذا بعد أن وقع الرئيس الأمريكي قانون حالة الطوارئ المتعلق بالحدود مع المكسيك، كيف ترى موقف المعارضين من الديمقراطيين والمنظمات المدنية المعنية بالحريات؟ نعم، تحياتي لك ولكل المشاهدين في قناة الرافدين. أولا يعني ننزع يعني المبالغة أو التهويل. الدستور الأمريكي والقوانين في أمريكا بتتعامل بنظام وحرص على يعني تنفيذ ما كان في القوانين وما كان في الدستور. فيعني هو تحدي الرئيس ترامب للقرار او يعني ما اتفق عليه بانه دخل في مساله طوارئ ومش طوارئ، ده طبعا هيناقش او يعني هيطرح على القضاء، والقضاء هيقول رايه فيه. حتى الان يعني سمعنا مثلا من احد المخضرمين في السياسه الامريكيه اللي هو ليون فينيتا. ليون فينيتا تقلد يمكن اكبر عدد من المناصب في الكويت الديمقراطية في ال 30 سنة الماضية، وكان وصل إلى وزير دفاع ورئيس المخابرات المركزية ورئيس لجنة في البيت أو رئيس الشاغلين أو الموظفين في البيت الأبيض، وهو كان أيضا وزير للرقابة المالية في الحكومة يعني أو ما يماثلها. فالراجل قال بمنتهى الوساطة وبمنتهى الوضوح إن ده غير قانوني يعني، ونضطر عنده. كيف يعني غير قانون؟ هناك جدل بشأن مدى دستورية هذا القرار بإقرار حالة الطوارئ، كيف تابع المتخصصون هذا الأمر؟ هو بيسرق يعني بالطريقة دي، الرئيس بيتعدى حدوده كرئيس للمؤسسة التنفيذية وبيتدخل في شؤون الكونجرس. يعني معروف في أمريكا ما يسمى power of the purse، إن الرئيس عنده الجهاز التنفيذي بكامله، والكونغرس عنده المحفظة، محفظة النقود، ولهذا محفظة النقود لها القوة. لكن لا يمكن هو ينزع من الكونغرس قوة محفظة النقود. يعني ليس من حقه أن يحمل مثلا وزارة الدفاع إنه يأخذ منها أموال ويضعها في حلمه اللي هو السور. وكل تعطيل هذا القرار الرئاسي أليس يقتضي موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ؟ يعني هو لازم أولا يناقش في الكونغرس، ده يجي طلب منه، طلب منه، مش هو يعمل يعني لوحده. طيب. قانون طوارئ ويبتدي يتحكم وينقل أموال من وزارة إلى وزارة أخرى، يعني لازم هو يقدم طلب للكونغرس، وبعد كده اذا الكونغرس وافق عليه من خلال اللجان المختصه سواء بالدفاع او المخابرات او الداخليه او شيء. لكن هو يعني هو للاسف عدم خبرته في الجهاز الحكومي وجرأته وتهوره هو اللي بيجعله يعني يظن ان هو بيكسب هذه المكاسب، ودي الحقيقه مش مكاسب، هي مغامرات رخيصه. يعني يتفق معهم انه يعني يرضى بواحد مليون وفجاه يقول انا هاخد 6 بليون من الاماكن اخرى، يعني ده لا يمكن يعني. طيب. يعني دي تشويش الحقيقه. طيب طالما تغنى ترامب بانجازاته الاقتصاديه وتقليص العجز في الموازنه، برايك الى اي مدى تؤثر تلك الازمات في الاقتصاد الامريكي؟ لا هي ما اعتقدش يعني هتاثر، طبعا يعني تاثيرات طفيفه. الاقتصاد الامريكي اقتصاد ضخم جدا ومتعدد يعني وعالمي، يعني هتبقى يعني السوق الماليه بترتفع وتنخفض يعني في المؤشرات في نيويورك، يعني من 25000 الى 26000 ينزل 24000، يعني اشياء، لان ليس هناك يعني ارتجاج ولا هدم للمؤسسه الامريكيه، لكن هي للاسف بتاخذ يعني وقت، لان بدل ما الكونجرس يركز على اشياء اخرى
بيركز على يعني التحكم في هذا الرجل والمحاولة لصد هجماته المستمرة في أخذ حقوق ليست من حقوقه. نعم. ولهذا ما أعتقدش يعني هتؤثر كثيرا. الحقيقة اللي بتؤثر على الاقتصاد الأمريكي هو الحرب اللي أشعلها الحرب التجارية العالمية، إن هو يعني بيضع ضرائب على كل ما يجيء من الصين وضرائب على كل ما يجيء من أوروبا. نعم. هذا ده يرج الاقتصاد العالمي كله والاقتصاد الأمريكي طبعا. نعم. جزء منه. شكرا جزيلا لك من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية الدكتور صفي الدين حامد.